أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما المقصود بالقصاصين الذين قد جاء عن السلف ذمهم؟ الوعاظ مراد بهم الوعاظ، لأن الوعاظ في الغالب ما يتحاشون عن الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، يأثرون على الناس، قصدهم التأثير ولا ينظرون للسند وصحة الحديث، لذلك حذر منهم السلف. وأيضا هم الغالب يقنطون الناس ويجيبون لهم نصوص الوعيد ويقنطونهم من رحمة الله، لذلك حذر منهم السلف. أولا لأنهم ما يتحاشون في الأدلة ويبنون على الأدلة الصحيحة، وثانيا أن الغالب أنهم يقنطون الناس من رحمة الله، وربما يحكمون على أشياء بأنها حرام وهي ليست حراما من باب التشدد. نعم.